يعني وقت بدي يعني بفتح كتابي ببلش الدرس، يعني بحس حالي ما بعرف هيك. انا يا اخي بحس حالي انا الاستاذ، انا بدي اعطيهم دروس. يعني عن جد كتر الفرحة الحمد لله رب العالمين ما توصف. يعني انا كنت، كان والدي، حياة والدي كان يقول لي ظل الدروس دروس دروس، يعني الدراسة اهم شيء، يعني اهم شيء في الحياة الدراسة. بعد ما توفى، يعني صار له 5 سنين متوفي، انا صار لي 3 سنين يمكن قاطع عن دراسه او 4 سنين، وهلا رجعت للدراسه وان شاء الله راجع لها بقوه، ويعني الفرحه جد لا توصف ان شاء الله، وحقق الحلم اللي بدي اياه والوصيه اللي كان يوصينا فيها ابي. أنا كنت مسجل بمعهد، يعني ما كان لي خبر بمسارات، وسجلت بالمعهد. قال بدك تدفع أول سنة نص سنة 150 دولار، وثاني سنة 150 دولار، يعني أنا ما لي قدرة أدفع 300 دولار مشان دراسة تاسع. ذكرت بمسارات ودرست بمسارات والحمد لله رب العالمين. دخلت مسارات اول اسبوع كنت احسب، يعني اذا بدهم مصاري مصروف، يعني اكيد كل المدارس وقت بدك تدخل بالمدرسه بدك تدفع مصاري لتفوت بالمدرسه وتدرس. ايه انا الحمد لله رب العالمين، يعني النت عندي والتليفون عندي والكتب امنت كتب الحمد لله رب العالمين.